سيدنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأخوات متابعي قناة حسد، نجدد معكم اللقاء مرة أخرى اللي غادي نتناولوا هذا الحلقة اليوم أحد كبار الحلاقيين المتميزين اللي دازوا من ساحة جامعتنا وخلى بصمة خاصة به فن الحلقة. فمرحبا بكم. اليوم غادي نتذكروا جميع حلاقي كيوصفوه بالفيلسوف، حيث كان كيدير حلقة قارية كيتناول فيها العديد من المواضيع. إنه مبارك طيمومي، سليل عائلة القيد الطيمومي، قيد قبيلة حمر، منطقة البنتور، إقليم اليوسفية. اللي كتشوفوا دابا في الصورة اللي قدامكم هي القيد الطيمومي، فهناك البعض كيقول الوالد ديالو والبعض الاخر كيقول عمو. المهم عندنا مبارك الطيمومي كان كيلبس لباس فضفاض، كيدير قلاده في عنقو، عنده لحيه طويله وشعر طويل كذلك. كنقول بعض الروايات بانه حاصل على البكالوريا في ستينيات القرن الماضي، والبعض الاخر كيقول بانه كان مراسل ديال بعض الجرائد المعروفه. المهم هو كان كيتوفر على طاقه واسعه ساعدته في الأسلوب اللي كان كيدير به الحلقة. كانت ليه طقوس خاصة في بداية الحلقة، كيمكن يجلس في الأرض أو يبقى واقف على رجل وحدة. هذا الرجل كان على دراية بالمناطق المغربية وأسواقها ومماثلها وأعيانها. كان ملي كيجلس على الأرض يخلي مساحة قدامه، كيكتب بالطبصورة أو كيخطط العديد من الأشكال الهندسية ومعادلات رياضية، كيتكلم بلغة فرنسية جميلة. يمكن من طريقته في الاشتغال، حيث ملي كتكون قدامه كتخيل راسك أمام أستاذ فصل دراسي. كان إنسان ذكي، كيقرأ وجوه الجمهور، كيخاطب كل فئة بلغته. فمثلا طلبة الأساتذة كيكلمهم في علم الاجتماع والفلسفة والرياضيات والأبراج والتاريخ والجغرافيا، والناس الوسط كيكلمهم على التنسيم وعلى ضرب الفعل وكيقصد معهم. وهكذا من بين ما اشتهر به طيمومي هو تحليلاته السياسية، الطريقة اللي كيسخر بها من الواقع المعاد. وهنا كان كيقول شوفوا شعب المرقى، خاصكم اللي يجمعكم ويسد عليكم تحت الأرض في مئات عام باش تقراو بالليل والنهار إلى بغيتو تدركوا الجبكو. كان كيناصر طبقة المسحوقة وكيقوم بانتقاد المسؤولين، وكيقول على الخير والشر طريق الخير من القبر للقصر، طريق الشر من القبر للشمر، طريق الخير محاربة النفس والهوى والشيطان، ثم محاربة الفساد والمفسدين والفساد الإداري وتطهير الشارع العرب، وتكون كل امرأة رجلها وكل رجل بمرقه، وكل واحد عنده بيت ومرحب وكوزينة وتلفزة كله، وعلى الأقل واحد لألف درهم في الشهر تعطى لهذه الطبقة المحرومة، وانا واحد لخمسة آلاف درهم. وانا كينفجر الجمهور ديالو بالضحك. كانت مجموعة من الأساتذة والطلبة كيتابعوا الحلقة ديالو، كيوصفوه بالحكيم وكلامه منطقي وله قدرة كبيرة على جلب انتباه المتلقي. كان كيربط كثير الارتباط بساحة جامع الفناء وكيتحدث عليها بافتخار، وكيقول جامع الفناء مدرسة، جامع الفناء هي أكبر مؤسسة لدول شمال إفريقيا، جامع الفناء ظاهرة اجتماعية، جامع الفناء الحضارة الواقع، ساحة جامع الفناء 50,000 جمهور كتاكل الخبز من أخبار وزير المالية. وبعض الأحيان كيدعي قراءة الطالع مازحا، كيقول شي واحد متفرجين شوفه وليدي غادي تخرج من عندي وتلقى صحاب الحال في الطرح، فيزغرتو بالوشمة غادي تمشي تولسي بركة في دار الضيافة، راه إلا ما عطيتي واحد ربعة ديال هي اللي فتح غادي ترجع وتلقى المرأة لايحة حوايجك في باب الدار وشوف فين تبات. من بين ما كان كيربطد كذلك أموالكم أموالكم وما ربيتو ولادكم. بعض الروايات شفاهية كتقول بلي كان كل ما كيجمعو من مال في الحلقة كيقسمو مع المتسربين والحلاقيين اللي مراض أو عاجزين يخدموا، لأنه كيأمن بثقافة الاقتسام وحب الإنسان والبسطاء. وتوفى
منطقة سيدي في النور على إثر ما راد لزموم التطويلة تغمده الله برحمته الواسعة. أحبتي قبل ما نودعكم ما تنسوش انضموا للقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. أصدق تحياتي.